مساء الخير مشاهدينا، وأهلا بكم في برنامج من الحياة. نعود اليوم في هذه الحلقة إلى إجراءات الحجر الصحي الجديدة التي قامت بها الحكومة بالأمس، ويبدو أن الوزارة هنا الأولى تعول هذه المرة على حصر الوباء على مستوى ضيق، ويقتضي الأمر حسب ما جاء في البيان بالأمس أن يعتمد هذا المسعى بشكل أكبر على المستوى المحلي من خلال مشاركته في عملية التقييم واتخاذ القرار من حيث تدابير الحجر المستهدفة والتعليق المؤقت للأنشطة التي لا تحترم البروتوكولات الصحية والتي تصبح بذلك ناقلات مسرعة لانتشار الفيروس، فيما تركت الحكومة الباب مفتوحا أمام الولاة لإقرار الحجر الجزئي أو الكلي المستهدف لبلدية أو أكثر أو حي أو أكثر التي تشهد بؤرا أو جيوبا للعدوى. من جهة ذهبت الحكومة في اتجاه إجبارية ارتداء الكمامات واحترام التباعد الاجتماعي، كما تقرر أيضا الحظر التام لأي نوع من التجمعات العائلية، لا سيما تنظيم أعراس الزواج والختان التي تشكل عوامل من شأنها أن تزيد من خطورة انتشار الجائحة. وهنا يقول المختصون بأن نسبة 17 إلى 20% من الإصابات بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة أو المدة الأخيرة سببها تنظيم الأعراس. طيب، لمناقشة هذا الموضوع أسعد كثيرا أن يكون معي عبر خدمة سكايب الدكتور محمد كواش، طبيب مختص في الصحة العمومية. مرحبا بك دكتور كواش. مرحبا بك أخي زكي، تحية لك وتحية كل المشاهدين. تحية لك دكتور كواش. طيب، نبدأ هذا النقاش من القرارات المتخذة بالأمس في بيان للوزارة الأولى. تم يعني إقرار تمديد الحجر الصحي إلى غاية 13 جويلية من الشهر المقبل. تم أيضا الحظر التام للأعراس التي يعني كانت سبب في وقت أو في الفترة الماضية في زيادة عدد الإصابات بكورونا. هل هذه القرارات المتخذة دكتور برأيك ممكن أن تحد نسبيا من انتشار هذا الفيروس؟ شكرا أخي زكي. نقول أنها قرارات نترقبها وطلبنا بها في عدة مناسبات، وهي قضية منع القيام بالأفراح والمناسبات. ونحن الآن في فترة الصيف، وهي الفترة التي يعرف فيها المجتمع الجزائري تنظيم كثير من المناسبات المتعلقة بالأعراس، الزواج أو أعمال الطهور إلى آخره. وحتى لاحظنا بالنسبة لإقامة مناسبات واجب العزاء في بعض العائلات، لأن الأمر الذي طلبنا به حققته الدولة أو طلب وأصرت عليه الدولة من خلال من هذا النوع من التجمعات، لأن الأرقام المسجلة في الأيام الأخيرة اللي كانت مخيفة ودعونا إلى مزيد الحذر، لاحظنا أن الوباء كان الانتشار تاعه انتشار عائلي، بؤر عائلية فقط وليس بؤر وطنية، راجع لعمليات التجمع غير محسوبة من خلال إجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي والتعقيم. لأن باش نوضح للمشاهد الكريم، لاحظنا مثلا إذا تكلمت على مناسبة عرس مثلا في تجمع في مكان ضيق، في كذلك حضار كراسي وطاولات وعمل طهي وجماعي وكذلك أواني تغسل، كلها هذه تعتبر من العوامل المؤدية لتفشي كوفيد 19. الإجراءات الاحترازية التي يجب على كل الولاة تحمل مسؤوليتهم وتنفيذ والقيام بإجراءات رقعية لمواجهة المخالفين لهذا الإجراء كفي بوقف الانتشار العائلي لكوفيد 19. لعل الجديد أيضا دكتور في هذا البيان، بيان الوزارة الأولى، هو محاولة السلطات حصر هذا الوباء على المستوى المحلي حتى على مستوى ضيق مثل الأحياء وغيرها، مع ترك الباب مفتوح هنا دكتور أمام الولاة من أجل اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب للحد من انتشار هذا الوباء. التعويل على حصر هذا الوباء في الأحياء مهم جدا برأيك لحصر هذا الوباء؟ وتكليف كل والي وما عنده تدابير يقوم بها، لان كما تعرف اخي زكي ان الجزائر تعتبر قاره، هي ما شاء الله عليها قاره وبالتالي ونشوفوا كل منطقه عندها خصوصيات، الجزائر العاصمه غير الجزائر غير عين تفاز غير الاغواط الى اخره، وطبيعه كل منطقه من خلال اقامه الافراح او طبيعه الاسواق تاعها، حتى طبيعه الاسواق تاعها او طبيعه الانشطه التجاريه تاعها تختلف من منطقه الى منطقه. وهذا دور الدولة، دور الدولات ودور الولاة، يعني كل والي أو كل رئيس دائرة مؤهل
محاربه الظواهر السلبيه من شانها الاجتهاد تساهم في نشر كوفيد 19، لان مثلا سوق المرمات معروفه بثلاث اسواق الماشيه، المرمات معروفه بكثره القاعات الحفلات، يعني الاجراءات الاحتياطيه الخاصه لكل منطقه هو امر ايجابي حتى ربما ما نوقفش كل الانشطه الاقتصاديه والانشطه التجاريه، وهذا ما شاهدنا حتى في فلسطين عندما قامت بغلق مناطق، يعني اذا كانت تعلق الامر بقريه او بلديه معلش ان نفرض على قريه معينه حتى نجنب انتشار الوباء. طيب دكتور، قضية أنه أيضا الوزارة الأولى تراهن على وعي المواطن الجزائري، هل الرهان على وعي المواطن الجزائري من أجل حصر هذا الوباء هو رهان خاسر باعتقادك، أم أنه ممكن أنه هذه الفئة التي لم تعقل بعد أنها يعني ما زال الباب مفتوح من أجل محاربة هذا الوباء، رهان على وعي المواطن دكتور؟ أكيد نقطة مهمة جدا أخي زكي أضفتها، وهي الرهان على وعي المواطن، لأن الإجراءات التي قامت بها الدولة والجمعيات المشكورة متعلقة بموضوع جائحة كوفيد 19 وهي العمل على التوعية والتعليم والتثقيف الصحي اللي هو مطلب اجتماعي وصحي، لكن الآن نحن الآن أمام انتقلنا مرحلة التوعية إلى مرحلة تحمل المسؤولية، والرهان مبني على الشخصية الفردية، كل واحد يقدر القيمة الحياة تاعو، لأن الآن مطالبين باش نستمر في الحياة، نستمر في الأنشطة الاقتصادية، نستمر في الحياة الاجتماعية، وهذا الرهان لن يتحقق إلا إذا كل واحد التزم بها. كل واحد دعوة من خلال هذا المنبر إلى كل مواطن، لا تسمع إلى الكلام، لا تسمع إلى الشائعات، لا تسمع إلى الأمور للأشخاص اللي هما يحبوا يوصلوا الأمور أو يتنسون بالأفضل بالبنود أو يتجاهلون أفضل بنود كوفيد 19. حافظ على حياتك وحافظ على الاسره تاعك، لان تكون صح اخي زكي تقبلنا كثير من الحالات، الامهات تاعهم الان مصابه، الاخت تاعهم مصابه، الزوجه تاعهم مصابه، قال لي لكن الزوجه ما خرجتش، نقول له اكيد ان الزوجه ما خرجتش والام ما خرجتش، لكن انت خرجت وجبت الفيروس للاسره وهنا الخطر الموت. طيب دكتور، يعني الفئه، يعني هناك فئه قليله جدا ولو انها يعني تعد يعني كما يقال قليله جدا، ما زالت لا تؤمن اصلا حتى بوجود هذا الفيروس، يسالون بان هذا الفيروس هو مجرد خدعه او مجرد بدعه او مجرد افتراءات قامت بها بعض الجهات لاغراض سياسيه واخرى، رغم ان العالم كله الان يعاني من هذا الفيروس وفي سباق مع الزمن من اجل القضاء على هذا الفيروس، هل هذه الفئه يعني دكتور قد تشكل خطر على المجموعة ككل؟ وكيف نتعامل مع هذه الفئة؟ كيف نتعامل معها؟ وكيف نقنعها بأن هناك وفيات وبأن هناك إصابات وأن هناك عائلات بالكامل قضى عليها هذا الوباء؟ نعم، بالنسبة لهذه الفئة التي تمكن أصلا وجود كوفيد 19، أنا أقول له نقيم المقاربة، نوضح للمشاهد الكريم المقاربة الموجودة بين إصابة كوفيد 19 ووقوع حوادث المرور. يعني الأشخاص الذين يخالفون حوادث المرور وإجراءات السلامة في الطرقات، يظن أن الموت والحوادث تقع للآخرين وتقع لا تقع إليه. وللأسف إذا وقعت الفرج في الرأس فنحن الآن متأخرون. وهنا الدعوة نقول لهم وللأسف أن كثير من الحالات تعاملنا مع أشخاص هم كانوا ينكرون وجود كوفيد 19 أصلا، لكن عندما زارهم الى تلك يعني زياره غير مقبوله، زارهم الى بيوتهم ولا اهاليهم، اصبح الامر مخيف جدا، والوفيات مسجله والاصابات مسجله. كذلك نقطه مهمه جدا، هذا الرفض الذي تجمعه عند كثير من الاشخاص هو رفض نفسي وليس من محض العقليه تاعو، لكن هو رفض نفسي راجع لطول زمن الكوفيد 19، طول زمن الكوفيد 19 يجعل المواطن ويجعل الانسان في العالم حتى في العالم وليس في الجزائر فقط يحاول ان يعيش مع المرض، ويمكنهم كما عافاكم الله كما الاشخاص المصابين بالان السرطان يدخلون في مرحله نفسيه او في مرحله صحيه ويرفض الاعتراف بالداء ويحاول ان يعيش بشكل عادي، حتى اصحاب الاشخاص اللي السكري يقول لك الدراسه الطبيه انه يدخل في مرحله ويرفض الاعتراف بالمرض وحتى يتجنب الالتزام بالريجيم والحميه الغذائيه، هذا الداخل في الحاله النفسيه للاشخاص، وعلى هذا الاساس نقول لهم باللي الكارثه ستكون خطيره جدا اذا وصل الوباء الى الاهالي تاعكم او الى الاسره تاعكم.
طيب يعني الوزارة الأولى بالأمس لجأت إلى يعني إعادة فرض إجبارية ارتداء الكمامات في السيارات أو حتى في الأماكن العمومية، المحافظة أيضا على التباعد الاجتماعي بين الأشخاص وتجنب التجمعات، حتى أنها علقت يعني النشاطات بعض الأنشطة التجارية في المساحات الكبرى. هل الردع دكتور، نتكلم على الردع الصحي، كافي باعتقادك أيضا دكتور؟ يعني قضية الردع الصحي للمخالفين هو أمر إيجابي جدا، لأن الآن نحن الآن أمام رهان صحي ورهان على استمرار الحياة، لأن حياة الإنسان للأسف نقولها لا يمكن تعويضها، لا يمكن شراؤها. إذا وقع المشكل أو جاء المرض إلى شخص وأثر بحياته لا يمكن أن نرجعها، وعلى هذا الأساس الإجراءات الردعية الشديدة للمخالفين هو مطلب أكيد، وحتى نجحت في عدة قنوات والشيء قامت به وزارة الأولى عندما طرقت في الملك، هم أصحاب القرارات، يعني هو المسؤول الأول على ولايته وعلى صحة سكان الولاية، وبالتالي الإجراءات الردعية أكيد أننا سوف نرى حصادها من خلال ردع المخالفين وتجنب انتشار الوباء. حتى قضية استعمال الكمامات في مركبات النقل خاصة الفردية، أنا نقول بأن إذا كان الشخص لوحده في المركبة لا يقدر أن يجنب يستعملها، لكن يكون حالي معها، لكن إذا كانوا مرافقين أكيد أن مفيش مسألة أمان بين الشخص اللي يكون يجلس معه في أقل من نصف متر، والمطلوب من متر إلى متر ونصف كمسافة أمان أو مسافة أمان صحية يتجنب انتشار الوباء. طيب نتكلم على قضية أيضا دكتور العوامل المناخية، هناك يعني ارتفاع لدرجة الحرارة في الآونة الأخيرة، هل لها ربما هنا علاقة معينة من قريب أو من بعيد بكورونا؟ نعم، أولا عندما نتكلم على الموجة المستجدة في الأيام هذه متعلقة بارتفاع درجة الحرارة، نحن الآن في موسم أو في فصل الصيف، هذا الفصل الذي ربما بدأ علينا بموجة حرارة شديدة جدا، نقول أن الخبراء وخبراء الأوبئة كانوا يتنبؤون بأن هناك انخفاض في عدد الإصابات بكوفيد، لأن العلامات علامة الإصابة بكوفيد هي مشابهة لإنفلونزا الموسمية اللي تظهر في فصل الشتاء. ولكن ما ننساوش كذلك في فصل الصيف المواطن سوف يرجع لاستعمال المدرجات واستعمال المروحيات واستعمال او الى شرب المياه البارده والمشروبات الغازيه البارده والمثلجات والمرطبات، كلها عوامل قد تؤدي الى اصابه الجهاز التنفسي بنفاس برد حاده، وكذلك قضيه التهاب الحلق واللويدتين، هذا كذلك يعتبر عامل يخلي الحالة الصحية للمواطن بؤرة أو منطقة أو أرض خصبة. دكتور كواش، هناك بعض الناس يعني أصيبوا مؤخرا بالزكام، هل له علاقة ربما بتغير الجو هنا أم أنه علاقة بكورونا أم ماذا يا دكتور؟ هل الزكام يأتي في هذه الفترة؟ هناك ناس كثر يعني يسألون على هذه النقطة. نعم، وقضية انتشار حالات الإصابة وهي الزكام يختلف، ما شفنا تعامل مع كثير من الحالات أو في انتشار مرتبة لحالات الإصابة بالزكام في بداية هذا الفصل فصل الصيف، وكذلك ارتفاع نسبة الإصابة بالحساسية. نقول للمواطن الكريم هناك بعض العلامات اللي تخليك أنك تحذر من كوفيد 19. الزكام معروف بالإرهاق، الحمى وسائر الأنف وشعور بربما التعب والإرهاق الشديد، والسعال يختلف من سعال حاد لسعال مصحوب ب ربما إخراج في الفتره الصيفيه، لكن اذا شعرت بالإرهاق الشديد وتغير في حاسه الشم، يعني انها ذهبت عليك حاسه الشم، وكذلك تشعر بالحمى المستمره لفتره طويله، فتتوقع بانك مصاب بكوفيد 19. دكتور يعني الخيط الرفيع، دكتور الخيط الرفيع يعني الخيط الذي يميز كورونا بال يعني الزكام الموسمي هو الإرهاق، يعني هو الإرهاق وفقدان حاسة الشم، عدا ذلك هل تنصح هنا بزيارة الطبيب أم ماذا، يعني أم باتخاذ بعض الأدوية أم بحجر لهؤلاء؟ نعم،
وفي حال ان الانسان نعم وفي حال ان الانسان شعر بارهاق شديد او تعب او نوبه زكام لاحظت ان الزكام حتى لو ما كناش ادويه فقط الراحه والاكل الجيد والمشروبات او السوائل الساخنه تساعده على استرجاع طاقه المريض. لكن اذا لاحظ ان الانسان ابقى بحمى مستمره وذاقت عليه حاسه الشم وارهاق شديد نقول له توجه لاقرب طبيب، وحتى الطبيب المطلق انه يتابعك لثلاث ايام اذا استمرت الحمى مع الادويه فتاكد تقريبا 99% من انك مصاب بكوفيد 19. الكوفيد 19 هذا بالخصوص يعني الفوارق الموجوده بين يعني انه الكثير يسال دكتور عن انه هناك ناس اصيبوا بالزكام في الفتره الاخيره، لا ندري ايضا اذا كانوا يستعملون المكيفات الهوائيه دكتور، هنا مهم جدا مع ارتفاع درجه الحراره قد يلجا المواطنون الى استعمال المكيفات، هل هناك خطر لما نستعمل المكيفات ربما في زياده حده انتشار هذا الوباء ام انه عادي؟ يعني قضيه المكيفات الهوائيه دكتور مهمه جدا هذه النقطه مع ارتفاع درجه الحراره. نعم اولا شكرا اخي زكي مستقبل بافر هو مطلب وسؤال يطرح كثيرا في وسائل التواصل الاجتماعي وتوضحت من بعض طرف المواطنين قضيه استعمال المبرد. هو المبرد المواطن الكريم ما فيش خطوره ولكن نطالب اولا بتوظيفه لانه عنده سنه ما خدمش يشتغل نقوم بتوظيفه ثم تجريبه لمده ساعه او ساعتين او نصف النهار ثم نقوم بتهويه الغرفه ثم نستعمله بشكل عادي. الخطر اللي موجود بالنسبه لاستعمال المبردات وهي حتى يجعلك تصابون بنوبات او نزلات برد حاده فهذا يجعل رئتكم ارض خصبه بسبب كوفيد 19. حافظوا على صحتكم والاستعمال المعقول المبردات والمرطبات والمثلجات والمروحيات يحافظ على الصحه. هناك معايير معينه افهم منك دكتور بقضيه استعمال المبردات ام ماذا يعني؟ نعم هي الانسان لان شوف اخي زكي نشوف قليل الان حتى في هذه اللحظات درجه الحراره هي معتبره في الخارج، الانسان يحاول ان ما تكونش فروق كبيره بين درجه الحراره في البيت ودرجه الحراره خارج البيت او بين برود داخل السياره وخارج السياره، لان تلك الفروق المفاجئه هي اللي حتسبب التهابات وتعفنات رئويه خطيره جدا. المعقول هو الشيء الوحيد والكفيل الحفاظ على صحتنا. طيب دكتور بالنسبه للمواطنين الذين يستخفون قضيه الاستخفاف بهذا يعني هذا الوباء الخطير، وكاننا الان اصبحنا متعايشين مع هذا الوباء لانه اصبح محتوم علينا حوالي اكثر من 3 أشهر وهو هذا الوباء، البعض ربما تراخى نوعا ما، لم يعد يعني يتخذ او تدابير الوقايه المعمول بها مثل غسل اليدين ولبس الكمامه وغيره. الرسالة لهؤلاء ما هي دكتور؟ والله السؤال مهم جدا ونقطة مهمة جدا. والله أخي زكي أعطي معلومات خطيرة جدا. نقول أن الإصابات في الفترة هذه اللي سجلناها أصبحت تمس الأشخاص الشباب فئة الشباب باش نوضح للمشاهد الكريم. لماذا؟ لأن الشباب أصبحوا مستهترين إجراءات المصاب بكوفيد 19 أصبحوا يدخنون يسهرون لساعات طويلة يقومون بالتصافح ويلتقون ويحترمون مسافة الأمان وحتى قضية السحر راح تلحق الإنسان في فترة الصيف إذا نبدأ في إيقاف كوفيد 19 مبنية على صحة جيدة أي الأكل الجيد النوم الجيد والمعنويات المرتفعة. إذا كان هذا الإنسان لا ينام بشكل جيد لا يأكل بشكل جيد طيب نتكلم على قضية أيضا البعض يتساءل متى يذهب هذا الوباء؟ هل هناك يعني مبشرات أو مؤشرات على قرب انتهاء هذا الوباء أم أنه ما زالت المخابر الدولية والعالمية تبحث عن اللقاح وتبحث عن الدواء، ما زال يعني لم نصل إلى نتيجة نهائية؟ والله نقول لا نتفائل كثيرا ولكن
ما تبشر خيرا، لان حسب المعلومات في المخابر العالميه المتعلقه بالاوبئه ما فيش تطعيم عن قريب باش نوضح للمشاهد الكريم، ولكن التوقعات ايجابيه وانا اتفائل خيرا لان سوف ندخل الان في مرحله مناعه القطيعه وهي امر ايجابي جدا، ولكن يجب علينا ندخل في مناعه القطيعه ولكن نحافظ على الفئات الهشه فئات هل يمكن مناعه اقل دكتور هل يمكن ان تشرح لنا اصحاب الامراض المزمنه هل يمكن ان تشرح لنا ما معنى مناعه القطيع؟ ربما الكثير لا يعرفها دكتور، ولو انها انتشرت يعني بشكل كبير في هذه الاونه الاخيره. اكيد نقول لك ايش معنى مناعه القطيع. مثلا اخي ذكي نقول لك انت كصحفي تتنقل مصاب باش تدير البوطاجات وتصير تتعامل مع اصدقائك، التسويق التسوق انك تقاطي نتعامل مع المطار نسافر الى اخره، هذا يخلينا عرضه للفيروس يوميا. هذا التنقل وهذه الحركه التي نقوم بها او التعايش اليومي يكسبنا مناعه، وهذه المناعه تحافظ على حياتنا التي دائما في مجال الوقايه، نكتسب مناعه ولكن في اجراء الوقايه. باش نوضح الصوره اكثر، بالنسبه للاشخاص الذين هم يكونون او يستفيدون كثير ويكونون في المطاعم الخارجيه هم عندهم مناعه انه ياكل يعني بشكل عادي ولا يمكن ان يتعرض للسموم الغذائيه، لكن الشخص اللي مش متعود ياكل في المطاعم هو لو دخل في سوق شعبوي وياكل منه يترى يحدث له تسمم، لان الشخص الاول حيث له مناعه القطيع متعود على الوباء وعلى الامراض المعدية. هنا هذا ما يكون معرض، هذا باش نوضح للمشاهد الكريم وش معناتها مناعه القطيع. ويجب ايضا الحيطه والحذر دكتور، خاصه مع يعني كثره في الاونه الاخيره المحلات التجاريه، المطاعم، الاكلات السريعه وغير ذلك، يجب اخذ الحيطه والحذر لانه الحياه دائما غاليه. كلمه اخيره دكتور في هذا الشان. الكلمه الاخيره التي اقولها لكل مشاهدي الكرام اقول لهم فقط ان نحن الان امام تحدي كبير ومسؤوليه تاريخيه للحفاظ على الحياه البشريه، ولن يتحقق ذلك اذا رفعنا الرهان، يجب كل واحد يحافظ على حياته ويحافظ على الناس اللي يخاطرون به من الاسره والاصدقاء والاقارب، وان شاء الله وان شاء الله تعود الحياه الى مثلها الطبيعي والقادم اجمل ونتفائل خيرا بحول الله إن شاء الله. شكرا جزيلا لك السيد دكتور محمد كواش طبيب مختص في الصحة العمومية، كنت معنا عبر خدمة سكايب، شكرا جزيلا لك. في الجزء الثاني من هذا البرنامج نفتح قضية زيارة الوزير الأول عبد العزيز جراد لولاية تندوف رفقة طاقم وزاري هام إلى هذه الولاية، نفتح أبعاد هذه الزيارة بعد فاصل قصير مشاهدينا، ثم نعود إلى أسمى حضراتكم. أهلا بكم مشاهدينا في الجزء الثاني من برنامج ميناء الحياة، والذي نخصصه إلى قضية زيارة الوزير الأول عبد العزيز جراد لولاية تندوف مع مجموعة من الوزراء. زيارة الوزير الأول جاءت بعد التعليمات الأخيرة لرئيس الجمهورية للطاقم الحكومي بضرورة إثبات أنفسهم على أرض الميدان وترك الخرجات الاستعراضية من أجل استعادة ثقة المواطن الجزائري التي حطمتها الوعود الكاذبة والزائفة لمسؤولية في وقت سابق. زيارة جراد كانت فيها بعض التصريحات المثيرة على غرار قوله بأن هناك من لديهم أغراض سياسية تحرض المواطنين على الخروج بدون كمامة لنشر الفوضى وانتشار هذا الوباء. طيب سنحاول ربط الاتصال مع موفدنا إلى ولاية تندوف مع الطاقم الوزاري محمد فرقاني. مرحبا بك محمد. مساء الخير بالجميع بالدفتي عميلات تحية ليك ولكل مشاهدي قناة الحياة الجزائري. تحية إليك محمد. طيب ما هي أهم النقاط التي زارها اليوم الوزير الأول عبد العزيز جراد؟ طبعا زميلي زكي ذكر نقاط عديدة تطرق عليها أو كانت في برنامج زيارة الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم طاقم النظام
قسمت مجلس الثقافية المحلية والتهيئة الرمانية ووزير الشؤون الدينية والأنصار وزير التربية الوطنية وزير الدفاع والتنمية إذا كانوا هؤلاء المرتبطين مع أول عبد العزيز الرعاني في الوقوف على أهم المشاريع والتنمية هناك في الولاية. أول نقطة كانت في زيارة الوزير الأول بمثل أن نسجد القطب هنا في مدينة سندوق حتى يستطع 3400 محمد بهذا المسجد. الوزير الأول دعا لدى جبريل الإنسان أن أواصل المحبة والتأخذ وقالت أن ننتصر على هذا الوزير إن شاء الله وسنصلي في هذا المسجد وسنعود إلى هذه الأرض الطيبة إلى سندوق المعروفة بوطنيتها وانتمائها إلى هذا الوطن. ثاني نقطة أو ثاني زيارة كانت في مراكز التدريب من أهم النقاط مراكز التدريب التي قال عليها المدير الأول بأننا سنعود على هذه المراكز مستقبلا وهي مستقبل السلاحة الجزائرية. أيضا بعد مراكز التدريب وصل زيارته اليوم التقليدية وكانت النقطة الثالثة هي مركب الضخ المياه الوثاق المئام أين وقف على هذا المشروع الضخم. وهنا أشهد وتحدث طويلا على مناطق الضم وهنا خاطب أيضا أحد المسلمين وقال له لا أريد الاستماع إلى نسبة تقدم إلى الغالب تقولون 90% أو 85% أريد موعدا 100% ويقف وأنه طريقة تكنولوجيا ويقف وعائلة مدية كل التفاصيل حول كل مشروع. النقطة الرابعة بعد هذا المشروع كانت إلى قطاع السكن أين وقف في المنطقة المستثناة 1420 سكن هنا بهذه المنطقة استمع إلى شروحات حول وضعية السكن وأمر بالوقف على التسويق والوعود وقال بطريقة العبارة أوقفوا هذا التسويق أوقفوا هذه الوعود المواطن يحتاج إلى ثقتكم. لا الوزير أيضا أدى امتعاضه من طريقة تسريع البناء الروسي أدى امتعاضه من طريقة المشاريع وكيفية اختيار المقاولات قال بطريقة العبارة المقاول الذي دولة تنكب مع المشروع لا يمكن أن يأخذ هذا المشروع هذه من نتائج البيروقراطية عصر البيروقراطية انتهى وولى عصر البيروقراطية. قال أيضا استعينوا بعلماء الاجتماع من أجل معرفة كل انشغالات المواطن قطاع السكن لا يتمثل في الهياكل فقط بل يتمثل في الأمور الجانبية التي تظهر على راحة المواطن. هنا جدد أيضا نداءه من أجل أن نستغل الطاقات المتجددة خاصة هنا في الصحراء الجزائرية والذي قال لاحقا في الإذاعة تنجوف على أن هناك عدة دول تطلب الجزائر وتريد أن تستثمر فيها الطاقات المتجددة ومن بينها أكبر الطاقات هي الطاقة الشمسية. تحدث أيضا في مكان السكن قال يجب أن مثلما ذكرت أن تتناسب هذه المشاريع مع المقاولات التي تأخذها. قال أيضا أنه سيقوم بإرسال لجنة تفتيش لمتابعة مدى سير المشاريع السكن. بعد مشروع المشاريع السكنية توجه الوزير الأول نحو مشروع بناء ثانوية هنا في مدينة سندوق هنا في الثانوية. تحدث أيضا على قطاع التربية وقال بأن قطاع حيوي ونحن في برنامجنا وفي برنامج الحكومة نركز كثيرا على توفير أجهزة ذكية لتكوين التلاميذ من بين مشاريع الحكومة أيضا تخفيض حمل حقيبة التلميذ ونحو تعميم الألواح الذكية حتى توفير الصبورة الذكية طيب. وكل ذلك يصب يأتي إلى النقطة التي تحدثت عليها في بداية في بداية الحصة وقلت أنه تكلم حول من يقرضون على عدم الالتزام بقواعد الحجر الصحي. هنا محمد في إطار استماعه لبعض الشروحات من طبيبة متوجهة بمصلحة كوفيد 19 السيد الوزير والذي بدا سعيدا من الوضعيه الوبائيه في سندوق التي تعتبر وضعيه مريحه جدا باعتبارها اخر الولايات اصابه بوباء كوفيد 19 ذكر ايضا واتى في هذا السياق وتحدث عنهم يحرضون وقال بطريقه العباره هناك اناس يحرضون على عدم الامتثال وسائل الوقاية ولقواعد واحترام وسائل الوقاية. قال سنتطلع لهم بقوة القانون محمد
هل كانت الرسالة هنا إلى يعني مجموعات تنظيمات معينة أم يعني رسالة ربما يريد أن يقولها هكذا فقط؟ يعني في أي إطار في أي سياق جاءت هذه الكلمة يعني بأن هناك أطراف عندما تحدث عن هذا عن أساليب الوقاية من هذا المرض عندما تحدث عن المواطنين الذين يستهترون بهذا المرض يستهترون بأساليب الوقاية قال بصريح العبارة هؤلاء المواطنين هناك أناس يتعمدون هذا هناك أناس من هناك من يعود لهم ويحرضهم على عدم الامتثال بارتداء الكمامات ولا ارتداء أساليب الوقاية قال سنتصدى لهم بقوة القانون وقال أن هناك أناس من خارج الوطن ليس لها أي عائلة تدخل عليها في هذا الوطن تقوم بتحريض هؤلاء من أجل عدم الامتثال لقواعد الحجر الصحي وبالتالي قال بأن هؤلاء لديهم خلفيات قد تكون سياسية خلفيات لا نعلمها لكن خلفيات كلها ليست لا تبشر ولا تنبئ بالخير على الجزائر. أنا أيضا شكرا في هذه النقطة قال بأن أنه بالأمس فقط وقع على مرسوم على ما على بيان من أجل تمديد الحجر الصحي إلى غاية 19 جنيه وقال بأن المواطن بشكل مباشر أو غير مباشر المواطن الذي لا يتقيد بأساليب وبأساليب الوقاية والحجر الصحي يساهم بشكل مباشر وغير مباشر في ارتفاع المستويات في وباء كورونا هنا في الجزائر لكن هناك وقت يمر إلى نقطة أخرى نكتفي بهذا القدر محمد تقريبا أعطيت كل شيء على هذه الزيارة وأجبت على سؤال كنت سأطرحه حول قضية هذه التصريحات التي قالها بخصوص أن هناك جهات يعني تحرض المواطنين من أجل الخروج بدون كمامة لانتشار الوضع يعني سوءا بخصوص وباء كورونا. طيب شكرا جزيلا لك محمد فرقاني وعودة ميمونة إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. أيضا سنحاول ربط الاتصال أيضا بسيد عز الدين ميري المحلل السياسي لمعرفة أيضا جوانب أخرى حول هذه الزيارة. سيد عز الدين ميري مرحبا بك. سيد عز الدين مرحبا بك. سيد عز الدين أنا أسمعك جيدا الآن. طيب زيارة عبد العزيز جراد الوزير الأول لولاية تندوف هل هي نهاية أو بداية نهاية الحجر الإداري للمسؤولين وتطبيق تعليمات الرئيس بأنه يجب الخروج إلى الميدان وإثبات القدرات وإثبات النفس وإثبات الذات في أرض الميدان لاسترجاع ثقة المواطنين؟ اليوم أيضا السيد عبد العزيز جراد تكلم على الكثير من النقاط دعكم من التسويف يجب العمل في الميدان والكثير من النقاط ركز أيضا على قضية البيروقراطية يجب محاربة البيروقراطية. كيف ترى هذه الرسائل التي بعثها عبد العزيز جراد من ولاية تندوف؟ يريد إنكاء المشاريع دليل على ذلك أنه هناك شيء جدا
جددها وفاتها. الأول هو أنه لم أن لابد أن بمشيئة السكن الاستدام بعلماء الاجتماع المشيئة الحضاري والمشيئة السكن يساهم في الشريع. إذا اليوم كل المسؤولين الجزائري على جميع المستويات الوزراء والولاة سيد عز الدين. سيد عز الدين. سيد عز الدين. سيد عز الدين. أيضا الوزير عبد العزيز الوزير الأول عبد العزيز جراد ركز على نقطة دعوكم من التسويف، لا تسوفوا، لا تعطوا وعود ربما أنتم لستم يعني قدرة على تحقيقها في أرض الميدان. ركز أيضا على قضية البيروقراطية التي نخرت يعني جسد الدولة الجزائرية، قضية البيروقراطية. هل عرفت الآن ربما السلطة الحالية السرطان الذي نخر تقدم الجزائر إلى الأمام؟ هل مثل هذه الخرجات سيد عز الدين ميري، هذه الخرجات ومثل هذه التصريحات ممكن أنها تعيد نوعا ما الثقة المفقودة بين يعني الحاكم والمحكوم؟ الخرجات التي تكون بعيدا عن الاستعراض والفلكلور والفولكلور ويعني الزردات وغير ذلك التي كنا نشاهدها في وقت سابق يعني. طيب قضية أيضا بعض الأمور التي قام بها الوزير الأول أثناء زيارته لولاية تندوف هي قضية إنشاء مناطق حرة بين الجزائر وموريتانيا وأيضا مناطق حرة مع بعض دول الجوار مثل ماري. المناطق الحرة إلى أي مدى أن تكون دفعا إضافيا سيد أزدي؟ هو ده عشان
طيب هذا ربما يكمل البيان يعني مجلس الوزراء الأخير الذي تكلم على قضية منطقة يعني أو بناء الشرشال، ميناء الشرشال الذي ربما سيكون أيضا بوابة على إفريقيا سيد عز الدين ميري. طيب سيد عز الدين، أريد أن أيضا الوقت للأسف يداهمنا، التصريح ربما مثير اليوم من السيد الوزير الأول حول قضية أن هناك جهات خارجية ليست لها علاقة بالجزائر وليست لها عائلات هنا قد تنظر من الوضعية الصحية التي تعيشها البلاد ويعيشها العالم، هناك بعض الدعوات الدعوات للخروج إلى الشارع بدون كمامات مما يدعو إلى الفوضى واستفحال الوضعية الخطيرة التي تعيشها البلاد. هذا التصريح كيف تقرأه سيد عز الدين؟ سيد عز الدين، آخر سؤال، هل أفهم من كلامك بأن هناك جهات تريد الاستثمار في هذا الوضع الصحي لكسب مغانم سياسية اقتصادية أم ماذا يعني؟ طيب شكرا جزيلا لك سيد عز الدين ميري المحلل السياسي، كنت معنا عبر خدمة الهاتف من ولاية سكيكتا، شكرا جزيلا لك. شكرا. وشكرا أيضا لمفادنا سيد محمد فرقاني وأيضا للدكتور محمد كواش طبيب مختص في الصحة العمومية الذي كان معنا في الجزء الثاني الأول عبر خدمة السكايب. ألقاكم بعد لحظات في نشرة الأخبار الرئيسة، إلى اللقاء.